يعني في حاجات في كتير حالات يعني المرأة ما تاخذ حقها زي الراجل، يعني فرص منها موجودة كتير بالنسبة للمرأة. إنه هاي أول مرة بيصير مخيم عربي بيشاركوا فيه البنات. لأن البنات مثل الصبيان، لازم يبسطوا. نحن حسينا بالحماس كتير يعني، ودغري أول ما عرفنا يعني تشجعنا، صرنا إنه إيه ومصرين وعم نتابع الوضع، عم نحكي مع العالم كلها لنعرف شو بدنا ناخذ معنا، شو يعني عم نحضر لكل شيء مسبقا، صرنا تنثبت قد ايه نحن قادرين نكون قد هالشغله. ما بدهم المرأة تكون يعني غير شيء محدود، ما بدها تحقق أحلامها، ما بدها يعني تصير يعني حاجة كبيرة في الدنيا هذه وتحقق اللي تكون اللي تحب عليه هي. نبين أن المرأة تنجم تكون عندها دور شبه دور الولد. أما مش ولد. ترى بتنص على أنه يكون في مساواة وعدل، بتدرس الكشافين على هذه الأسس، أنه يكون في بيناتهم رغبة معرفة، يكون في تفرقة، أنه في بنت أو ولد. الكشافة عبارة عن عائلة أخرى للإنسان، للإنسان الكشاف، لأنه بتعرف على أفراد جديدة وبتعلم أشياء جديدة، والواحد بيقدر يمارس هوايات ما كان يكتشفها بنفسه. نحب نكون كما الأولاد، كما البنات، كما العالم البراني.